يعني ايرادات قناة السويس بعملة فيرشوال تخيلية اسمها ار اس دي، عملها صندوق النقد الدولي علشان يديها للدول النامية عموما علشان خاطر يعمل لهم نوع من انواع التنمية لما يكون عند يعني توازن في حاجة اسمها ميزان المدفوعات، بيكون ميزان المدفوعات عندهم عالي جدا بيبقى سلبي، فبيبتدي يديهم ار اس دي دوت علشان خاطر يديهم قدام منها فلوس علشان خاطر في الاخر يقدر يعمل لهم نوع من انواع التنمية. لكن في واقع الامر الار اس دي اللي طلع من صندوق النقد الدولي مش لتنميه الدول الناميه، الار اس دي اصلا لتدميرها. يعني مثلا ازاي قناه السويس يخش فيها عدد سفن اكتر وعدد اطنان اكتر واحنا نخسر؟ ما هو ده مش منطقي. ليه؟ لان الار اس دي قيمته اقل، فاللي داخل لك قيمته اقل، لكن لما يجي يعلى هيعلى. يبقى الحل ايه؟ نفك قيمتنا، نفك ارتباطنا بالار اس دي. طبعا دي محتاجه شغل كبير قوي على المستوى الخارجي، لكن يعني احنا غلطانين في ايه حضرتك؟ يعني احنا مش غلطانين، بس انت لازم تبقى فاهم كويس جدا ان في وقت من الاوقات من الممكن ان الار اس دي دوت ما يوصلش لا تعريف، فانت غصب عنك بتاخد بيه. يبقى من دلوقتي نحاول نفك ارتباطنا بيه، بس دي معاهدات دوليه. يعني في الاول وفي الاخر هي معاهدات دوليه، لازم انت على مستوى التمثيل التجاري والدولي ان انت تغير شويه من ارتباطك بالار اس دي، وان انت تبتدي تاخد بالعمله اللي انت عايزها، الدولار ين جنيه استرليني وعلى حسب، او انك انت تعمل نفس سله العملات بس بناء على سعر صرف عملتك انت، الجنيه قدام الين واليورو والدولار والريال البرازيلي وخلافه، مش بناء على سعر الار اس دي.